مجلس الوزراء وافق على صرف عيدية لشريحة الفقراء وتعيين خريجي الكليات الطبية. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق والوظائف. قبل البدء بتفاصيل الفيديو، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتتوصل بجديد الأخبار العاجلة والحصرية. حيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أحمد ملا طلال اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوعز بعدم استخدام الذخيرة الحية تجاه المتظاهرين، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على صرف عيدية مقدارها 75 ألف دينار لشريحة الفقراء وتعيين خريجي الكليات الطبية. وقال ملا طلال بالمؤتمر الإسبوعي لمجلس الوزراء أن الكاظمي أكد التزامه الشخصي والأخلاقي بحماية المتظاهرين، مبينا أن الكاظمي أوعز بعدم استخدام الذخيرة الحية تجاه المتظاهرين. وأضاف أن رئيس الوزراء حث الوزراء على النزول للشارع والاستماع لمطالب المتظاهرين، موضحا أن الكاظمي أكد على جميع القوات الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين والتعاون معهم. ولفت إلى أن وزير العمل أكد وجود 6814 متقاعدا وموظفا يتقاضون رواتبا من الرعاية الاجتماعية، كاشفا عن وجود 978 متقاعدا وموظفا يتقاضون رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة. وتابع أن مجلس الوزراء وافق على صرف عيدية مقدارها 75 ألف دينار لشريحة الفقراء المنضوين ضمن الرعاية الاجتماعية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، فيما قرر إسقاط الديون المترتبة بذمة المستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية والذي عددهم 17552 أسرة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء قرر تعيين خريج الكليات الطبية على أن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية لتنفيذ هذا القرار وتشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزيري المالية والصحة لغرض وضع الآليات لتوفير التخصيصات، موضحا أن هناك بحدود 2000 طبيب يطالبون باستحقاقاتهم بالتعيين. متابعين الكرام، إلى هنا ينتهي الفيديو لهذا اليوم. لا تنسون الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار العاجلة والحصرية. تحياتنا لكم.